إن الله لا يأخذ صدقة أحدكم بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة زي البعير الفصيل يفضل يكبر يكبر وإن العبد لا يستظل بظل صدقته يوم القيامة. وقال في الآخر إيه بصحيح البخاري واتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة تمنعني من النار بس بصدق بصدق درهم غلب درهمين سبحان الله. ألا أنبئكم بأهل الجنة زي ما هنيجي إمام مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربة ومسلم. تجد لما يشوف يتيم يبكي يقول يا أبو أنا أصير له أب أنا أخذ بالي منه أنا هجيبه في الأجازات يلعب مع الأولاد أنا أروح في الأعياد أعطي أنا هبعت زوجتي عشان هذه الرحمة هذه الرحمة سبحان الله العظيم. فالإنسان لا يدري من أين تأتي من أين آتي الخير. فاللي عايز يعمل حجاب بينه وبين النار أولا يخاف من الله ثم يخاف من سوء الخاتمة ثم يخاف من الغرماء ثم يخاف ما الغرماء؟ الغرماء لأصحاب الحقوق الظلم أصحاب الحقوق ده الناس اللي هم عندي حقوق يوم القيامة أنا أخاف منهم. ما في ناس أنا ظلمتهم وأنا لا أعرفهم ناس اغتبتهم وأنا لا أعرفهم. يقول إيه سمعت الناس يقولون عنه كذا لا حول ولا قوة هل رأيت بعينيك؟ يقول أبدا لا حول ولا قوة هل سمعت؟ يقول أبدا. ما إيه الناس قالوا كذا ماذا تقول في هذا؟ فيخاف من الغرماء يخاف يبقى مرعوب سبحان الله العظيم. فالعبد بهذا المنطق هو بيعمل حجاب بينه وبين النار. وبعدين يذكر أناء الليل وأطراف النار يصير لسانه رطب بذكر الله يحافظ على الصلوات بنوافلها يتقي الله يعمل ذنب يستغفر يعرف أن الله يراه. وسبحان الله فرق بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي في فرق بين هذا وذاك سبحان الله. الفضيل بن عياض كان ايه؟ كان واحد صايع في الصحراء لص فبيتصور بيت فصاحب البيت قائم الليل قل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال قد آن يا رب قد آن يا رب خرصت